كاينه مرحبا بك. بارك الله فيك. كاينه حتى انت هذا ماشي راجلك اللي غنهضروا عليه اليوم. ماشي راجلي، خطيبي وضحك عليا. خطيبك؟ كيفاش هذا الخطيب كضحك عليك؟ مشى جاب دارهم خطبني من عند دارنا وتجمعنا بحال هكا وضحكنا وكل شيء. وفي الاخر بعد العائله كانت كلهم عارفين بلي عارفين جا خطب قدام الناس، قدام الجيران، قدام كل شيء. مزيان عارفين الناس كل شيء معاه. ونض ضحك معايا وضحكنا. انا مش حنا كان في عمرك ديك الساعه سكينه 24. ايوا راكي كبيره زعما، ماشي تقول لي دريه صغيره ضحكنا ولا ضحك عليا ولا. حيت الا كنتي 24 عام ما ضحك عليك ما ضحكتي عليه بحال بحال. ما ضحكتش عليه. مقادين مقادين، ضحكتوا على بعضياتكم. او سميتو حملتي؟ حملت وضحك عليا وهكا وقع مشاكل بيناتنا. ولدي محروق دابا خصني باش نداويه. لا بلاتي قبل ما نوصلوا للولد. انتيا منين حملتي وانت يلا خطوبه، كيفاش درتوا لهذا المشكل هذا؟ واجهتيه؟ شنو قال هو؟ واش هرب عليك؟ هرب عليا. هرب عليا. مشيت داك لا راه تبيع عند هو خاطبك وهرب عليك؟ هرب عليا فاش قلت لي حامله. هرب عليا ومشيت ديك لا راه تبيع عند البوليس. شدوه دخل الحبس وتفاهمنا وغنرجعوا بعضياتنا ونتمنوا من الله يرجعنا لبعضياتنا. وهذا منين دخل هو للحبس؟ بسببك؟ بسبب تضرب بعامين الحبس. بسببك يعني ملي غيقول لك انا ما نعقلش عليك، انا دخلتيني للحبس ما نعقلش عليك. شنو مشيتي كتشوفيه في الزياره كتفاهمي معاه ولا شنو؟ تنتفاهم معاه في الزياره، دخلت عنده الزياره تنتفاهم معاه في الزياره. وكيتفاهم هو منين تشد برد ليه الراس شي شويه قال لك واخا نتفاهموا شويه. صافي قلت لي صايب الوراق لولدك ما تصايبش لي انا. ما تعطيني ما نعطيك الوراق. ما تعطيني ما نعطيك، عطي الله. صايب غير الوراق للدري. صايب الوراق غير للدري و صافي. اعترف به بعدا؟ اعترف بالدري. مزيان. دابا شحال بقى لخطيبك باش يخرج؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور كره كتسني نهار كتسنيه بالليل وبالنهار. بالليل وبالنهار باش يخرج. والولد شحال عنده؟ عام وشهرين. عام وشهرين. تيمشي. كره الوليد مسكين. الوليد محروق من يديه. علاش محروق من يديه؟ تكب عليه اتاي. وفين كنتي انت من تحرق هو؟ ما كنتش انايا، كون كنت انا كون كنت يتحرق ولدي. علاش فين تخليه؟ تنخليه مع الوالده. ومالها هي ما قابلتوش ولا كيفاش؟ ما حاضياش. وبا ساق الخبار لهاد الحركه؟ با ساق الخبار. ايوا صافي. داك ما كيقول لك تمشي للدوري وتتخلي الدري ولا؟ لا ما تمشيش للدار. لا هو باك باه. ما غايقول لك انت ما حاضيش الولد. ما حاضيش الولد، بقيت يغوت عليا قال لي ما حاضيش الولد وهكذا صافي. دابا ثلاث شهور باش يخرج. ثلاث شهور باقي له باش يخرج. نعم. واخا سكينه مازال نكمل معاك. كمل معاك يا سكينه. سميتو تصدمت وهذا دزت عليه صدمه قويه باش هرب هو. صافي تنعيش مع الدري تكبرتو وهذا. اسكوني نفسيا مأزمة كتباني وانت كتهضري كتباني مقطعة من الداخل شي حاجة ماشي هي هذيك. من الداخل. ملي كتمشي عندو للحبس وكتهضري انت وياه كتخططوا للمستقبل. اشنو كتقولوا؟ عاودي لي الحوار بيناتكم. نضربوا الصداق ونجمعوا وليداتنا. واش هادشي كتقولي انت ولا كيقولوا هو؟ تنقولوا انا وياه. تنقولوا نصيبوا له وريقه الولد. تيقول لك واخا. تيقول لي واخا. ما تيسكتك تيخرج وما يعقلش عليك. تيقول لي نخرج نصيب لولدي الوراق هو هما الاولين. صافي تنتمنى البنات اللي ما يضحكوش عليا. علاش كتبكي؟ شحال بقى لي دابا باش يخرج؟ قلتي يا سكينه ثلاث شهور. قلت لي ثلاث شهور. ثلاث شهور. غتكوني فرحانة خطيبك غادي يخرج دابا؟ ما خصكيش تبكي، خصك تكوني فرحانة حيت غيخرج ويلقى لك الحل لولداك ويقيدو وتزوجو. واش خايفة؟ خايفة. خايفة منو؟ وهو تيقول لك غنخرجو ونتزوجو ونديرو الكاغيط ونديرو ونديرو. وعلاش تخافي منو؟ خفت منو، خايفة منو. والديك ما عمرهم ما مشاو معاك يهضروا معاه؟ ما عمرهم مشاو معايا. ما عمرهم مشاو معايا.
واخا سكينه تنتمنى في الحقيقه رجلك ولا خطيبك غادي يكون تيشوفك دابا الا تنسمع بلي بزاف الناس في الحباسات كيتفرجوا في قصه الناس كيبغيو حتى هما يستافدوا يعرفوا المغرب اش واقع فيه والتحولات. نتمنى انه الا كان تيشوفك ما تخافيش منه لحقاش انت ما تقوليش شي حاجه عيب ولا انت تطلبي غير تسويوا الوضعيه انت وياه وديروا الكاغيط وتزوجوا بحال الناس وداك الوليد ما يبقاش مسكين بلا نسب بلا هويه ما يبقاش بلا حال مدنيه ما يبقاش بلا اوراق حيت حرام عليك وحرام عليه باش تخلي وليد بلا اوراق وتخليه مسكين بلا هويه. الا نتوما ضحكتوا على بعضياتكم كما قلتي في الاول ما تضحكوش عليه هو حيت هو ما عنده حتى شي ما دار والو هو ذاك الوليد انتوما اللي جبتوه خصكم تكونوا تحملوا المسؤوليه فيه نكونوا قادين به تكونوا قادين به وتنتمنى انه خطيب كيكون خدا الدرس من هاد العامين ديال الحبس ما يعتبرهاش زعما راه دخلتي انت صحه الحبس ويخرج ينتقم منك ولا عاد تراجع مع نفسه عارف الغلط ديالو وهذا هو اللي دار الغلط ماشي انا اللي درته. لا وانت انت درتي الغلط على مين درتو الغلط شحال كان في عمرك؟ قلتي كانت عندي 22 22 ولا 24 قلتي قبيله 24 وتبارك الله راكي مراه بعقلك دايره الغلط راسك حيت ما عندكش 12 عام ولا 14 عام علاش حملتي هو المسؤوليه ديال الغلط؟ حيت هو علق حيت هو هرب هرب حيت هو هرب الغلط وهرب حيت هو هرب حيت انت ارتكبتي انت عندك يد في هذا الموضوع ما تحاوليش تبقاي تلصقي التهمه زعما غير في تبارك الله كبيره هو كبير غلطتوا بجوج تحملوا المسؤوليه ديالتكم بجوج ياك؟ تضرك شي حاجه مريضه؟ لا مريضه شنو تيضرك؟ حيت تبالي ليا ماشي حتى تما الاعصاب اعصاب الاعصاب من هذا الشيء الاعصاب من هذا الشيء تشربي الدواء؟ تنشرب الدواء باش تكالماي؟ حيت انت مكالمياش؟ حيت انا مكالمياش بهذا المشكل؟ بهذا المشكل ايه كتخدمي؟ لا ما تنخدمش وباش كتعيشي؟ ما اللي تتعيش انت تخدم في الدروز تتشد اما كتعيشك انت وكتعيش الولد تتعيشني انا تعيش الولد وانت قلتي قبيله خليتي الولد تتخلي الولد مع جداه مع امه مع امك انت مع امك انت وانت فين كتمشي؟ تنمشي نخرج بلاد بحال هكايا للزنقه تخرجي للزنقه؟ ما كتبعيش عند الطبيب؟ تنسباش لعند الطبيب حيت انت نفسيا تتبان لي ماشي هي هذيك فين هما الفلوس نمشي عند الطبيب فين هما الفلوس حيت خصك تمشي عند الطبيب ونصيفطوك عند شي طبيب تبغي تمشي تبعي بغيتي تبعي ماشي اخصائي نفساني صيفطوك عند الناس الدكاتره تيكونوا معنا كاين الدكتور بنو علي الدكتور بن يحيى كاين الدكتور الحمداوي الدكتور فيصل الدكتوره رقيه عندنا خمسه الاطباء تيكونوا معنا هنا في قصة الناس من هنا عطيوك التليفون ونعيطوا لهم وتمشي تتبعي انت فين تتعيشي؟ تنعيش في السله في السله محتاجه انت للطبيب قبل ما يخرج خطيبك خصو يلقاك بخير وعلى خير بخير وعلى خير خصك تكوني نفسيا مرتاحه وخصكي واخا اذا كان هذا الخطيب تيشوفك في الحبس اش غتقولي ليه؟ بغيت نقول ليه انت ملي تخرج صايب الورقه الولد صايب الورقه الولد و صافي ما تعطيني ما نعطيك العاطي الله والزواج بلاش؟ الزواج بلاش ما تزوجيش؟ صافي ما بغيتش نتزوج انايا علاش؟ حيت هو دابا يا واش خفتي منه؟ خفت منه قولي لي الحقيقة واش خفتي يخرج يحيح عليك؟ خايفة قولي الحقيقة خفت خايفة منه؟ خفت منه بغيت شوية يصايب الورقة للدري و ما تخافيش منه ولا شي حاجة في التلفازة كتهضري؟ بدا يعطيني النفقة للدري وصافي بدا يصير على ولده وصافي وانتيا صافي بلاش منه صافي بلاش منه ولكن انت قلتي لي ملي تمشي عنده للحبس كيقول لك غنتزوجوا وغنديروا وغنفعلوا يعني علاش ما تثقيش فيه؟ علاش خايفه منه؟ ما تثقش فيه انا ما تثقش فيه ما تثقش فيه ولا هاد الهضره غير في الحبس حيت هو مشجون تيقول هاد الهضره؟ حيت هو هاد الهضره غير في الحبس فهمتي؟ ملي غيخرج غادي يتحاسب معاك ملي غيخرج يتحاسب معايا واش خايفه منه يشوفك دابا في التلفازه كتهضري؟ لا ما خايفاش ما خايفاش؟ ما خايفاش متأكده؟ متأكده من راسي واخا سكينه بعدا انا في الوعد ديالي ملي غتخرجي من هنا غنعيطوا لواحد من الدكاتره اللي تيكونوا معنا هنايا انت في سلا تمشي تتبعي معاه لحقاش كتبان لي عيان واخا صافي شكرا